كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل جمهور النادي الاهلي في الوطن العربي الكبير. الانطلاقه الافريقيه تبدا اليوم بمواجهه منانا الجابوني، ونحن هنا متواجدون داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي، والذي دخل بالامس معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراه الهامه جدا في ذهاب دور ال 32 لدوري الابطال الافريقي. بدايه ابدا معاك تفاصيل اليوم، يمكن اليوم النهارده خلال البرنامج اللي اعده الجهاز الفني بالتنسيق مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق ودكتور هاني وهبي اخصائي التغذيه، ان في مواعيد محدده سواء في الاستيقاظ او حتى في مواعيد الفطار والغداء ثم المحاضره والتحرك الى استاد القاهره الدولي. ميعاد الفطار كان في حدود الساعه 10 صباحا، وكان في حريه للفريق ان اللي يقدر يصحى بدري مفيش مشكله، يقدر ينزل على الفطار برده مفيش مشكله، لكن ضروري ان كله يكون متواجد الساعه 2:30 ظهرا داخل مطعم الفريق لتناول وجبه الغداء، خاصه ان المباراه النهارده متاخره في تمام الساعه 8 مساء، فبالتالي الجهاز الفني اعطى اريحيه لكل اللاعبين في مساله الاستيقاظ مبكرا او تناول وجبه الفطار، لكن الغداء متحدد ليه ميعاد في حدود الساعه 2:30 ظهرا باذن الله لكل العناصر الجهاز الفني لاعبين. ثم المحاضرة إن شاء الله، المحاضرة هتكون في حدود الساعة 6:45، والتحرك مباشرة بعدها بربع ساعة إلى استاد القاهرة، ويمكن المسافة قريبة من فندق الإقامة، يمكن هنا نحو يعني مطار القاهرة إلى استاد القاهرة حوالي 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، فبالتالي الفريق هيكون متواجد حسب ما تم الاتفاق في الاجتماع الفني بالأمس قبل الساعة 6:15، 6:30 ساعة، يعني ساعة ونص قبل موعد انطلاق المباراة. منذ لحظات كابتن محمد فاروق انا معاك على الهواء مباشره، الكابتن سيد معوض المدرب المساعد وايضا دكتور انيس الشعلاني مدرب اللياقه البدنيه وصل الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي، حيث غادر صباح اليوم الى ملعب مختار التتش بالجزيره لاداء تدريبات مع اللاعبين المستبعدين، تحديدا المجموعه التي خرجت من القائمه الافريقيه، لان الجهاز الفني ضم كل اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه هنا في المعسكر المغلق، وفضل الجهاز الفني خلال ال 72 ساعه الماضيه حتى بالامس واليوم التركيز فقط على اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه والاستعداد بهم لمباراه منانا الجابوني مساء اليوم، وبالتالي الجهاز الفني لديه استعداد خاص هنا داخل فندق الاقامه. المحاضره الفنيه، المحاضره الرئيسيه بالامس كان هناك شرح لمده 45 دقيقه لكل التفاصيل الفنيه الخاصه بفريق منانا الجابوني. بعد المحاضره مباشره الفريق هيتوجه لاستاد القاهره، والجهاز الفني يمكن حتى في اجتماعات مستمره بخصوص فريق منانا الجابوني، لكن الجهاز الفني طمئننا عن حاله اللاعبين، عن حاله الناحيه الفنيه للاعبين والحاله البدنيه، وسعداء جدا بالانطلاقه الافريقيه في هذا التوقيت من المسابقه المحليه، لان الفريق يؤدي مباريات قويه جدا ومستويات فنيه عاليه جدا، تحديدا اخر 10 مباريات انتصارات على مستوى عالي، فبالتالي الانطلاقه الافريقيه مع مباراه منانا الجهاز الفني بيامن يكون في دفعه معنويه جدا، والعبء النفسي الجهاز الفني وصف بالظبط بهذا المعنى، العبء النفسي اللي كان متواجد في المسابقه المحليه زال بالانطلاقه الافريقيه، والتركيز اصبح منال الجابوني، لان الفريق بالنسبه للمسابقه المحليه خلاص بنسبه 99% انتهى المشوار بالنسبه له، فتركيزه اكثر خلال المرحله الحاليه على المباريات الافريقيه، وده كان جزء مهم جدا الكابتن حسام اتكلم فيه، ان هو العبء النفسي ده شاله على الفريق ان ما يكونش مركز في اكثر من منافسه خلال التوقيت الحالي، تحديدا من شهر مارس حتى شهر مايو القادم باذن الله. في هذه اللحظات انقل لك يا كابتن محمد فاروق الكاميرا والمايك الى زميلي امير هشام من داخل معسكر، وتفاصيل اكثر عن فريق منانا الجابوني والذي يستعد ايضا لمواجهه فريق النادي. اليك الكلمه امير. محمد سعيد وتحياتي ليك يا كابتن فاروق، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد الاستعدادات مستمره سواء لفريق النادي الاهلي او ايضا فريق منانا الجابوني، ومن داخل فندق الاقامه الخاص بفريق منانا الجابوني طبعا بنرصد استعدادات هذا الفريق لهذه المباراه المرتقبه ما بين الاهلي وفريق منانا في ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن البرنامج الخاص بفريق منانا هذا اليوم، وهو يوم المباراه. يمكن البرنامج بالنسبه لهم ابتدى في تمام الساعه 9 صباحا من خلال موعد الفطار، تلا مباشره طبعا الساعه 2:30 مساء هو موعد الغداء، لكن قبل ميعاد الغداء بالتحديد كانت المحاضره الاخيره للجهاز الفني لفريق منانا واللاعبين بالتحديد للحديث عن هذه المباراه المهمه اكيد بالنسبه لهم، ان هم بيسعوا من خلالها ان هم يحققوا مفاجاه، وان هم ايضا يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه
طبعا امام النادي الاهلي في مباراه النهارده. يمكن الاسلوب بالنسبه له مختلف شويه عن فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما المحاضره بالنسبه له بتبقى قبل التحرك، لا فريق منانا محاضرته بالظبط كانت قبل الغداء وكانت بالتحديد في تمام الساعه الثانيه ظهرا، حياليها او تلاها على طول طبعا ميعاد الغداء الخاص بفريق منانا. هيتحركوا بالظبط في تمام الساعه السادسه الا ربع عشان يوصلوا قبل ساعه ونصف بالتحديد من انطلاق هذه المباراه الهامه واللي هتنطلق ان شاء الله في استاد القاهره الدولي في تمام الساعه منا مساء. هم مستعدين بشكل كبير، عندهم حاله من الجديه، حاله من التركيز الشديد اللي هم من خلاله بيحاولوا ان هم يحاولوا نتيجه ايجابيه تساعدهم بشكل او باخر في مباراه العوده. خليني ايضا الكابتن فاروق اقول لك طبعا ابرز استعداداتهم او تفكيرهم خلال هذه المباراه ورصدهم للنادي الاهلي واداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره. يمكن هم شايفين النادي الاهلي طبعا فريق كبير جدا، فريق عنده القاب عديده سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. ايضا شايفين ان النادي الاهلي عنده مهاجم خطير جدا وهو وليد ازارو، ده على حد طبعا كلام المدير الفني مستر كيفن اومينجا، طبعا المدير الفني لفريق منانا الجابوني. هو شايف ان وليد ازارو هو اخطر لاعبي النادي الاهلي، وخصوصا ان هو هداف بطوله الدوري وايضا بيحرز العديد من الاهداف ايضا في البطوله الافريقيه الاخيره. لكن ايضا هم شايفين ان النادي الاهلي على المستوى الجماعي بيأدي بشكل جيد جدا، وهم عاملين حساب هذه الجزئيه بشكل كبير. ايضا خلينا اقول لك يا كابتن فاروق ان هم عندهم اثنين من اللعيبه الدوليين، حارس المرمى ولاعب اخر في نص الملعب، دول لاعبين اساسيين في تشكيله كاماتشو المدير الفني الاسباني الفريق او المنتخب الجابوني بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. لاعب نص الملعب ده يمكن بيمتاز كمان بالتسديد على المرمى بشكل جيد. ان شاء الله محمد الشناوي يكون مركز في هذه الجزئية إن شاء الله وما يستقبلش أهداف على أرضنا عشان ما نصعبش الموقف إن شاء الله في مباراة العودة. بشكل عام الأمور بالنسبة لهم ماشية بشكل جيد جدا، هم شايفين إن استضافة النادي الأهلي جيدة جدا، وقالوا إن هم إن شاء الله مباراة العودة هيستضيفوا النادي الأهلي بنفس الصورة اللي استضافهم بها، مبسوطين جدا من خلال التواجد في مصر. لكن هم بيأملوا إن هم يحققوا نتيجة إيجابية، ولا سيما إن هم بيأملوا أيضا في تحقيق أو إحراز هدف في استاد القاهرة يكون بالنسبة لهم جيد في مباراة العودة. خليني ايضا اقول لك خبر مهم يا كابتن فاروق، وان خلاص هناك حددوا مباراه العوده هتكون على انهي ملعب، وهو استاد الصداقه في العاصمه لابرافيل العاصمه الجابونيه، بعد ما كان في كلام ان المباراه هتتنقل لملعب اخر ويمكن كان ملعب سيء شويه. يعني كابتن سيد معوض المدرب المساعد للنادي الاهلي لما سافر الفتره الاخيره عشان يتابع المباراه الاخيره بالنسبه لفريق منانا الجابوني في دور طبعا التمهيدي من دوري ابطال افريقيا، واللي قدر يتغلب فيها على فريق بطل طبعا بوركينا فاسو وتأهل من خلال دور 32. يمكن كان عنده أخبار إن فريق منانا لما بيقابل الفرق الكبيرة زي النادي الأهلي بينتقل لملعب آخر، ممكن يكون صعب بشكل أو بآخر على هذه الفرق الكبيرة. لكن خلاص اتأكدنا إن ملعب مباراة العودة هو الملعب لاستضافة افتتاح بطولة طبعا أفريقيا أو بطولة الأمم الأفريقية في 2017، واستضاف أيضا نهائي هذه البطولة ما بين منتخب مصر والكاميرون اللي فاز في حينها طبعا المنتخب الكاميروني نتيجة 2-1. بشكل عام إن شاء الله نتمنى كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي في هذه المباراه، ان هو يقدر ان شاء الله يحرز عديد من الاهداف او اهداف تكون بالنسبه له مساعده بشكل كبير في مباراه العوده عشان تسهل المأمورية ان شاء الله، خصوصا ان فريق منانا الجابوني ما عندوش تاريخ كبير حديث النشاه، انشا في بالتحديد في عام 2006، عنده 3 ألقاب دوري 3 ألقاب كاس فقط، فبالتالي طبعا في غياب كبير جدا في التاريخ ما بين النادي الاهلي وفريق منانا الجابوني. أكيد في النهاية كابتن فاروق نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، وإن شاء الله تكون نتيجة كبيرة قبل مباراة العودة أمام فريق منانا يوم 17 من الشهر الجالي، ويبقى إن شاء الله بداية قوية للنادي الأهلي في هذه البطولة نحو طبعا استعادة هذا اللقب الغالي جدا بعد غيابه لمدة 5 سنوات ماضية. عودة لك يا كابتن فاروق. أشكرك أمير طبعا من فندق إقامة الفريق الجابوني منانا الجابوني، وبشكر طبعا زميلنا محمد سعيد أيضا من فندق إقامة النادي الأهلي. بنتابعكم طبعا على مدار اليوم يا محمد، بنتابعكم طبعا يا أمير على مدار اليوم، أكيد كل الكواليس وكل ما يخص الفرقتين هتكون معاك وهتقولوها لنا من خلال تواجدكم طبعا أكيد النهارده.